صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام بيراميدز في الجوله 21 من مسابقه الدوري على ملعبنا هنا الساعه 9 بالليل ان شاء الله. يلا بينا. فريقنا بيدخل ماتش النهارده وهو بيحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطه وعنده مؤجلات قد كده، وبيراميدز بيحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطه. بنرجع تاني نلعب بيراميدز بعد ما لعبناه في الدور الاول المباراه لو تفتكروها اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف، دي كانت اخر مباراه بنلعبها قبل ما نروح قطر ونلعب في كاس العالم للانديه ونرجع بالميداليه البرونزيه للمره الثانيه في تاريخنا. ماتش النهاردة بقى إن شاء الله فريقنا بيرجع فيه بالقوة الضربة، لكن غياب وليد سليمان هو الحاجة اللي بتأثر علينا النهاردة، لكن نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله. هيغيب من 3 لـ4 أسابيع حسب كلام دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي. كابتن وليد مش هيكون موجود معانا النهاردة، لكن عندنا ثقة في كل لاعبتنا اللي بقوا كبار جدا 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 إن هم يكملوا المسيرة من غير كابتن وليد، ونخرج النهاردة بـ3 نقط إن شاء الله عشان نعوض فرق النقط مع المتصدر. وعايز اقول لكم ان خلاص كل المنافسين اللي كانوا اتجهوا يتفرجوا على ماتشات باسكت والحاجات دي بنقول لهم ارجعوا بقى اتفرجوا على الدوري، النادي الاهلي رجع. عندنا 4 ماتشات قويه جدا قبل ما نروح نلعب نهائي دوري ابطال افريقيا ان شاء الله يوم 17 يوليو. لو هنتكلم على المنافس النهارده فريق بيراميدز، فهو الحقيقه بيمر بظروف صعبه جدا 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 بعد ما أقصى من نص نهائي الكونفدرالية قدام الرجاء المغربي. فريق بيراميدز طبعا عنده طموح كبير ان هو يكون موجود في المراكز المؤهلة لبطولات افريقيا في الموسم الجديد، لكن المباراة النهاردة هتكون صعبة جدا عليهم لانه بيلاعب نادي القرن الافريقي وحامل لقب دوري ابطال افريقيا والفريق اللي موجود ان شاء الله في النهائي الثاني على التوالي وبيبحث عن النجمة العاشرة. المشاكل في بيراميدز لسه شغاله، وده اللي ادى لاقاله المدير الفني اروى بارينا والتعاقد مع تاكيس جونياس ليكون المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، وبنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في مشوارهم في المسابقه المحليه. فريقنا بقى لو هنتكلم عليه فهو بيقوده محمد شريف، واحد من نجوم الجيل ده وهداف فريقنا في مسابقه الدوري برصيد 9 اهداف، بنتمنى ان شاء الله يزود رصيده من الاهداف ويسجل قدام بيراميدز النهارده. الحقيقه الراجل عامل كل اللي عليه في الفتره اللي فاتت، بيسجل في الترجي رايح جاي، بيسجل لنا في السوبر الافريقي، ما شاء الله عليك يا شريف، يعني بتحقق كل حاجه وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. لو جينا بقى نتكلم على مستر بيتسو موسيماني، الحقيقه اتكلم بعد ماتش الترجي عن اداء الفريق وقال انا بالنسبه لي لسه ما وصلناش لاحسن حاجه ممكنه، قال الفريق قدامه شغل كتير عشان نوصل للكوره الممتعه اللي انا نفسي اشوفها من الفريق. قال ان الفتره الجايه ان شاء الله هيكون مركز جدا على الموضوع ده بعد ما الفريق بقى محطوط على التراك الصحيح، لان هو يحافظ على الثلاثيه اللي توج بيها السنه اللي فاتت، ولسه كمان ما تنسوش عندنا بطوله سوبر محلي لسه ما لعبناهاش ومش عارفين هي فين ولا هتتلعب امتى في ظل ضغط الماتشات ده، لكن كلنا ثقه ان شاء الله في الفريق وفي ادائه اللي بيتطور يوم عن يوم وفي الجيل الذهبي الجديد اللي بيتولد قدام عينينا وشايفين كل لحظه بتمر بيه وكل لحظة نجاح بيحققها وكل إنجاز كبير بيوصل ليه، وإن شاء الله نكمل على المسيرة دي ونتوج بالثلاثية الموسم ده للموسم الثاني على التوالي، ونروح كاس العالم مرة تانية ونكسب ميدالية جديدة إن شاء الله تكون أكتر من البرونزية السنة دي. مستنيين تعليقاتكم على توقعاتكم للتشكيل وطريقه اللعب النهارده، وقبل ما نختم بنفكركم ان شاء الله ان احنا لسه عندنا 3 ماتشات تاني بعد ماتش بيراميدز قبل نهاية افريقيا ان شاء الله، اللي لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي هو موجود يوم 17 في المغرب، مش عارفين بقى هل هيتقدم بسبب سفر بعثه المنتخب الاولمبي لطوكيو في نفس اليوم للمشاركه في الاولمبياد ولا لا، وهل هيتنقل من المغرب يروح دوله تانية ولا لا، لسه لحد دلوقتي مش عارفين، بس ان شاء الله نتقابل يوم الاحد اللي جاي قبل ماتش سموحه في الدوري ويلا يا اهلي.